خلال استقباله مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور المكتبة في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية. غدت قرارات المحكمة الجنائية الدولية، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في جباليا وجنين، والسلطة الفلسطينية تحذر من حرب إبادة شاملة. إيران تشيع جثمان رئيسها الراحل وضحايا حادث الطائرة في جنازة شعبية بتبريز، ومجلس خبراء القيادة ينتخب كرماني رئيسا له. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور القيم الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث العلمي الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب. وخلال استقباله لمجلس أمناء ومدير مكتبة الإسكندرية، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي، مؤكدا ضرورة أن تكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية. كما شدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم ليحملون مسؤوليات المستقبل من خلال تبسيط العلوم باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفنية، فضلا عن اكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب وصناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقني، مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية من خلال برامج المكتبة المختلفة، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشء. ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي، مشيدين بالاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي لعمل المكتبة، وقد قاموا في هذا الإطار بطرح رؤاهم فيما يتعلق بالأدوار المختلفة التي يمكن أن تقوم بها المكتبة لتحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم، ونافذة للعالم على مصر وثقافاتها الثرية وتاريخها الممتد. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة، مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لتقديم أي دعم ممكن لقطاع الصناعات الغذائية لتعظيم الصادرات. كما وجه مدبولي بتواصل الوزراء المعنيين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتذليل أي عقبات، كما كلف بسرعة عقد اجتماع بحضور مسؤولي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بهدف الإسراع بفحص الصادرات من المنتجات الغذائية بما يسهم في زيادة الصادرات.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة والجهود المبذولة من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية خلال الفترة الماضية. وخلال الاجتماع أكد مدبول الاهتمام بمتابعة عمل الهيئة بصورة دورية بهدف حل أي مشكلة وتقليل العقبات، بما يسهم في نجاح أداء دورها في توفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبي بأسعار مميزة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة ببيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين وبشكل طبيعي ومنتظم. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة مستخدمة في ذلك أساليب مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتحقيق أهداف عسكرية في منطقة مكتظة بالمدنيين. وفي سبيلها لنفي الاتهامات عنها، تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي التنصل من مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال واتهام أطراف أخرى بالتسبب في الكارثة الإنسانية بقطاع غزة، فيما تقف مصر أمام المحاولات الإسرائيلية لترويج مثل تلك الأكاذيب. شاهرا سلاح التجويع، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصرا على غلق المعابر خاصة رفح وكرم أبو سالم في إطار سياسة ممنهجة لكسر إرادة الفلسطينيين، مع تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة يستحيل العيش فيها، وهو ما يجعل التهجير قرارا قسريا أو طوعيا لأكثر من مليوني شخص. تلاعبا بالحقائق كعادته، يلقي الاحتلال بمسؤولية عدم نفاذ المساعدات على مصر والأمم المتحدة، لكن مصر بالمرصاد واقفة تفند هذه الأكاذيب. وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن رفح الفلسطينية، حمل مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق الاحتلال مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. بلا هوادة أو كلل، ستعمل مصر لإيجاد الوسائل لضمان النفاذ الآمن والعاجل للمساعدة الإنسانية اتساقاً مع واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، هو الأمر الآخر الذي أكد مندوب مصر الدائم عليه. لا يجب علينا استساغة المبررات الواهية للعملية العسكرية في رفح أو للادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبت مراراً عدم مصداقيتها، فقد وصل الأمر لحد المجاعة في غزة كما تخبرنا تقارير الأمم المتحدة. منددا تحدث رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة في الجلسة عينها، مطالبا مجلس الأمن باستخدام أدواته لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ستؤرق ضمير العالم لفترة طويلة بعد نهاية هذه الإبادة، وهذه الإبادة يجب أن تتوقف والآن. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا، وشعبنا لا يزال يقتل كل يوم، ولذلك أود أن أقول ما يلي اليوم. مليوني شخص فقدوا أحباءهم خلال الأشهر السبعة الماضية، ف
فقدوا أفراد عائلاتهم، فقدوا أصدقائهم، فقدوا أعضاءهم، فقدوا منازلهم، وفقدوا مجتمعاتهم، مدارس وجامعات ومستشفيات دمرت. واهمة تظن نخبة المجتمع الدولي، أو كما يطلقون عليها، أن التاريخ سيمحو أو يتغاضى عن جرائم الاحتلال الموثقة بالصوت والصورة، أو سينسى الازدواجية في التعامل فيما يحدث في غزة، بل إن المجتمع الغربي تمادى ليوفر غطاء سياسيا وعسكريا لإسرائيل، وهو ما اعتبره نظام نتنياهو ضوءا أخضر ليعيث فسادا في الأرض. وحتى تتبدل الأحوال، تبقى يوميات الفلسطيني إما باحثاً عن مكان آمن وهو حلم بعيد المنال، أو لقمة يسد بها رمق من تبقى من عائلته، أو أشلاء خيمة لا يكاد ينصبها حتى يلملمها مرة أخرى كما يلملم جراحة. حث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على مضاعفة الجهود والعودة إلى طاولة المفاوضات فورا وبحسن نية لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الإغاثة للسكان المدنيين. وأعرب وينسلاند في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن التوجه الحالي، بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تقوض جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين. وأكد ويسلند عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس. وقال إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة سياسيا واقتصاديا وإداريا. These talks ended on 9 May without agreement. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 35,647 شهيدا، والإصابات إلى 79,852 منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، ما أسفر عن وصول 85 شهيدا و200 مصاب إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. استشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا عنيفا جوا وبرا وبحرا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم انتشال 3 شهداء فضلا عن عدد من المصابين نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني عددا من المصابين نتيجة إطلاق نار من طائرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين خلف جمعية المعاقين جنوب مدينة رفح الفلسطينية. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المدنيين قرب مفترق عوض الله بمخيم بنا وسط مدينة رفح الفلسطينية. استشهد 6 فلسطينيين من بينهم رئيس قسم الجراحة مستشفى جنين الحكومي، وأصيب 10 آخرون من بينهم إصابات خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وباستشهاد الفلسطينيين 6 ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 512 شهيدا. هذا واقتحمت قوة الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسيرت أليتها في شوارع جنين وحيفا ونابلس وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنين ووادي برقين. Come on!
حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين على الرغم من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية السلوكيات الإسرائيلية الخطيرة التي تدفع بالمنطقة برمتها نحو الهاوية. توالت ردود فعل دولية متباينة حول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وفي طلبه أشار مدعي عام الجنائية الدولية إلى مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على قطاع غزة. في وقت تجد فيه إسرائيل دعما أمريكيا كاملا على مختلف الأصعدة رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، إلا أن القليل من المؤسسات الدولية ربما لا تصل إليها السطوة الأمريكية، فقررت ولو متأخرا محاسبة إسرائيل. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوان إسرائيل المستعر على قطاع غزة. وأوضح خان أن الأدلة التي جمعها مكتبه تظهر حرمان إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات بقائهم الإنساني، وأن نتنياهو وجالنت يتحملان المسؤولية عن تعمد إسرائيل التسبب في معاناة بالغة وعمليات قتل للفلسطينيين بوصفها جريمة حرب. ورغم طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال أخرى بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، لكن الجديد هو سعي المدعي العام للمحكمة للتدخل للمرة الأولى في الصراع بالشرق الأوسط. طلب المدعي العام للجنائية الدولية قوبل بتأييد من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول من بينها بلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا، لكن الرفض الإسرائيلي كان قويا إذ أعرب نتنياهو عن رفضه مقارنة المدعي العام بين إسرائيل وحماس واصفا الخطوة بأنها تحريف كامل للواقع. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طلب المدعي العام بحق قادة إسرائيليين أمر شائن، بينما أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى أن المحكمة ليس لها ولاية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، واللتان ليستا من بين أعضاء الجنائية الدولية، كما أعلنت بريطانيا أن الإجراء ليس مفيد وقد يتسبب بتقويض جهود إحلال السلام في المنطقة. على الجانب الآخر، ورغم تأييدها الشق الخاص بإسرائيل من الطلب، أكدت حركة حماس أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادتها يعد مساواة بين الضحية والجلاد، مطالبة بإلغاء هذا الطلب. الأمر الآن بيد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية بالجنائية الدولية لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار أوامر الاعتقال، لكن المعضلة الكبرى هي عدم امتلاك المحكمة كما العدل الدولية أيضا وسيلة لتنفيذ الاعتقال. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تأييد بلاده لمسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين واستمرار عمان في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيري سويدي توبياس بلستروم في عمان، شدد الصفدي على أهمية حل دولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في المحكمة طلب إصدار مذكرة توقيف. نحن ما نقوله بشكل واضح أن القانون الدولي وجد ليطبق، أن منظمات العمل متعدد الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها، لا أحد فوق القانون والقانون يجب أن يطبق، ولتأخذ هذه العملية مداها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها عندما تصدر.
من جانبه أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بلستروم التزام بلاده مع الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل إحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأشار وزير الخارجية السويدي إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، لافتا إلى استمرار ستوكهولم في دعم الجهود الإنسانية للمنظمات الإغاثية في قطاع غزة. على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية والإنسانية وتوفير المعابر التي بإمكانها إدخال المساعدات الإنسانية. ومنذ تشرين الثاني زدنا حجم المساعدات الإنسانية بحوالي 45 مليون يورو. في الأسبوع الماضي زدنا ذلك أكثر بعشرة ملايين يورو إضافية، والتي سوف تبدأ إلى برامج المحلية ويونيسف واليو إن إف بي إيه. انسحب العشرة من الخريجين من حفل بجامعة ييل الأمريكية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والعلاقات المالية بين الجامعة وشركات تصنيع أسلحة، فضلا عن طريقة تعاملها مع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين. وأثار الانسحاب عاصفة من هتافات التشجيع من طلاب آخرين داخل حرم الجامعة، لكن الاحتجاج كان سلميا ولم يوقف المراسم، كما لم تتم الإشارة له على المسرح. جددت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي التأكيد على استمرار جهودها ومساعيها لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين. وشددت اللجنة خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للبرلمان على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، فضلا عن تأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة. نثمن ما قام به القادة العرب على مستوى قمة البحرين، دعينا إياهم إلى تضافر كل الجهود لبلوغ هذا الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا. الشيء الآخر الذي طبعا أكيد سوف نتحدث عن الوضع الحالي في فلسطين وخاصة في غزة وما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني من خلال هذا المتقطرس الذي للأسف ينأى بعيدا عن كل القانون الدولي وعن كل القرارات هيئة الأمم المتحدة، بل ذهبوا إلى تقطيع ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي داعين طبعا لكل شعوب العالم الحر سواء شعوب عربية أو إسلامية أو شعوب إفريقية أو شعوب العالم الحر إلى تضافر جهودهم كاملة لبلوغ ما يسمى على الأقل توقيف الحرب هذه وفتح المعابر لحصول الشعب الفلسطيني في غزة حتى وفي الضفة الغربية على الغذاء وعلى الدواء لينعم بحياة كريمة كبقية الشعوب العالم. انفتاح تم على الدول الأوروبية، وده كان جديد في القضية الفلسطينية. شايفين طلبة الجامعة وشايفين الشعب الأوروبي النهاردة رافض النظام الذي يقوده رؤسائه، ورافضين طبعا من دفع ضرائب من دماء إسفاف للأطفال والنساء. وبأكد أن مصر مستمرة بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هذه القضية قضيتنا الشخصية. مصر هي أول دولة وكمان كل الدول العربية لمساندة القضية الفلسطينية، بس احنا عشان دي حدود، فالحمل علينا ربنا يقدرنا عليه ويقدر السيد رئيس الجمهورية عليه. وبنقول كفاية تشكيك في دورنا في مساندة القضية الفلسطينية، التاريخ يشهد مصر ضحت قد إيه في هذه القضية.
يواصل معبر رفح البرية من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غاراتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني والذي أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. المزيد اطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ما زال القصف مستمر على رفح الفلسطينية وتحديدا شرق رفح الفلسطينية، القصف بالطائرات والمدفعية وأيضا الهجوم البري الذي يعني انتهجته قوات الاحتلال ضد الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية. وحسب الأونروا والأمم المتحدة ومرصد الأور المتوسطي الخاص بالأمم المتحدة فتحرك من رفح الفلسطينية أو نزح من رفح الفلسطينية أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني تحركوا والآن يعني في الشوارع يتحركون يبحثون عن أماكن آمنة حددتها قوات الاحتلال من قبل، ولكن حتى هذه الأماكن الآمنة تم قصفها من قبل قوات الاحتلال. هذا لا يمنع استمرار يعني وقوف آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المستلزمات المعيشية على جانبي الطرق في العريش ورفح وأمام بوابة معبر رفح المصرية. نتحدث عن هذه الشاحنات المتوقفة الآن منذ أكثر من يعني أسبوعين، أكثر من 14 يوما وهذه الشاحنات متوقفة في انتظار الدخول، إلا أن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه الشاحنات وتصاعد من عملياتها داخل قطاع غزة، مما يؤكد ويؤجج الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، وحيث كانت مصر قد حملت بالفعل يعني قوات الاحتلال هذه يعني التحركات وحملتها مسؤولية ما يحدث من في الأشقاء في قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تحدث هناك. أيضا سيارات الإسعاف كانت متوقفة يعني أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار خروج المصابين، ولكن أيضا قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. كل هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى. شيع الإيرانيون في جنازة شعبية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وضحايا حادث الطائرة. هذا وتوافدت حشود من الإيرانيين على الساحة الرئيسية بمدينة تبريز لتشييع الجثامين ملوحين بأعلام وصور للرئيس وللضحايا السبعة الآخرين في الحادث. ونقلت النعوش الثمانية مغطى بالعلم الإيراني على متن شاحنة وسط الحشود. وصل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجثامين مرافقيه إلى العاصمة طهران في سياق مراسم التشييع بعد مصرعهم في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم شمال غرب إيران. ومن المقرر أن يؤدي المرشد الإيراني الصلاة على الجثامين في طهران، وذلك عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة غدا الأربعاء. حددت السلطات في إيران يوم 28 من يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. على جانب آخر، أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري بفتح تحقيق في سبب تحطم المروحية.
فترة انتقالية قصيرة ستعيشها إيران حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه مع وزير خارجيته وآخرين في حادث تحطم طائرة مروحية. وفاة الرئيس الإيراني أحدثت اضطرابا سياسيا وخوفا بين الإيرانيين وسط حالة من الترقب لمن سيخلفه في المنصب الذي على الرغم من أنه لا يعد أقوى موقع في البلاد إلا أنه يحمل سلطة تنفيذية كبيرة حيث يعد الموقع الأقوى محفوظا للمرشد الإيراني. وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن وفاة رئيسي كلف المرشد الإيراني علي خامنئي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس، كما تم تعيين علي باقري قائما بأعمال وزير الخارجية خلفا لحسين أمير عبد اللهيان. السلطات الإيرانية حددت 28 من يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من 30 من مايو الجاري حتى 3 من يونيو المقبل، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 12 من يونيو حتى 27 من الشهر ذاته. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث الذي عقد بحضور رئيس البلاد المؤقت محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى وأيضا النائب القانوني لرئيس ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور وأيضا النائب القانوني لرئيس ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية. وبعيدا عن الصراعات الداخلية على السلطة ومن يتولى الرئاسة، تواجه طهران توترات متصاعدة مع خصومها الإقليميين وخاصة إسرائيل، حيث أدى تبادل الضربات المباشرة الأخيرة بين البلدين إلى زيادة المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويخشى الخبراء الإقليميون وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية من أن هذا الوضع المتقلب قد يزداد سوءا بسبب وفاة الرئيس الإيراني، إلا أن المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية أكد أن طهران تخطط لمواصلة أجندة سياستها الخارجية بحزم تحت قيادة المرشد الإيراني علي خامنئي، كما أن وفاة رئيسي تزيد من المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني وعلاقاتها المتوترة مع الغرب. وقد أثار تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة إدانة دولية، وزاد من المخاوف من الانتشار النووي. هي مرحلة مفصلية فارقة تدخلها إيران في محاولة إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية سريعاً للحفاظ على الاستقرار في ظل التوترات والتهديدات الدولية التي تتزايد يوماً بعد يوم. أعلنت السلطات الإيرانية انتخاب محمد علي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في البلاد. وانتخب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا ولمدة عامين بحسب النظام الداخلي للمجلس. يذكر أن انتخاب مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا جرت في بداية مارس الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي. وتتمثل مهمة مجلس خبراء القيادة الأساسية في انتخاب المرشد الأعلى، وولايته تمتد لثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب. We'll be right back.
استهدفت قوات الحوثي طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 فوق محافظة البيضاء جنوب البلاد. أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وقالت أنها ستنشر مقاطع مصورة للعملية. يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تام ليندركانغ في جولة شرق أوسطية تشتمل على السعودية والإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هجمات قوات الحوثي المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن، وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة. وأكدت دعم الولايات المتحدة بقوة للسلام الدائم والشامل في اليمن، وحثت على العودة السريعة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف شمال الأطلنطي بقيادة الولايات المتحدة يحاول جر المزيد من الدول لأنشطته المناهضة لروسيا. في تصريحات له عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانا، أضاف لافروف أن واشنطن تسعى لإنشاء تكتلات في منطقة شرق آسيا، مشيرا إلى أن موسكو لا تستبعد أن تخطط واشنطن لتفاقم الوضع في آسيا، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية. أكد وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن أن الدفاع الجوي الأوكراني يأتي على رأس جدول أعمال مجموعة الاتصال الدفاعية. أوضح أوستن أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لأوكرانيا تشتمل بتزويدها بقذائف مدفعية من عيار 155 مليمتر وذخائر لنظام هايمرز وحزمة مساعدات إضافية بقيمة 400 مليون دولار. في أحدث التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الدفاع الجوي لأوكرانيا يأتي على رأس جدول أعمال مجموعة الاتصال الدفاعية خلال اجتماع الدورة 22 للمجموعة. وزير الدفاع الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل تزويدها بقذائف مدفعية من عيار 155 مليمترا وذخائر لنظام هايمرز، مساعدات تضاف إلى الحزمة الإضافية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز قدرات أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أهمية توجيه الجهود نحو عقد اتفاقيات أمنية جديدة مع الدول الأوروبية، وأشار إلى أهمية قمة السلام العالمية المرتقبة في سويسرا، حيث أعرب عن رغبته في ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول في هذه القمة. في السياق نفسه، شهدت الأزمة الأوكرانية تصاعدا في التوترات بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث أفادت مصادر روسية بتقدم الجيش الروسي في عدة مقاطعات أوكرانية، وأعلنت مصادر روسية نجاح الجيش الروسي في اختراق دفاعات القوات الأوكرانية وذلك في مقاطعة زابوريجيا، مما أدى إلى اشتداد التوترات في عدة مناطق. من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها في مقاطعة خاركيف، وأعلنت عن خسائر كبيرة للجيش الأوكراني، فيما تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية. هذه التطورات الأخيرة تعكس استمرار التوترات بين القوات الروسية والأوكرانية، وتظهر استمرار الصراع المسلح وتبادل الهجمات على الأرض، مما يجعل الوضع الأمني في المنطقة يبقى في حالة من التوتر المستمر والتطورات السريعة.
وصل وفد روسي إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ. يترأس الوفد عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين روسيا وكوريا الشمالية. وقالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية إن الوفد سيبقى في بيونغ يانغ حتى الجمعة، وسيناقش الجانبان التبادلات البرلمانية والمزيد من الارتباطات دون ذكر تفاصيل. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إنه تم اعتقال 9 أشخاص لصلتهم بأعمال تخريب ارتكبت في البلاد بناء على أوامر من أجهزة روسية. وأضاف تاسك أن الأعمال التخريبية تشتمل على الضرب والحرق العمد ومحاولة إشعار الحرائق، لافتا إلى أن بولندا تتعاون مع حلفائها بشأن هذه القضية، وأن المخططات طالت ليتوانيا ولاتفيا وربما السويد أيضا. وتقول وارسو إن موقعها كمركز للإمدادات إلى أوكرانيا جعلها هدفا رئيسيا لأجهزة المخابرات الروسية، وتتهم موسكو بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. اعتبرت روسيا أن التصويت الأمريكي ضد مشروع قرار روسي لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء يؤكد الخطط الحقيقية لواشنطن لعسكرة الفضاء. ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجية. اعتبرت روسيا أن التصويت الأمريكي ضد مشروع قرار روسي لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء يؤكد الخطط الحقيقية لواشنطن لعسكرة الفضاء، وفقاً لتصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. مشروع القرار الروسي يدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي. وصوت 7 دول لصالح القرار، بينها الصين، و7 دول أخرى ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت. وجاء النص في أعقاب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة واليابان أواخر أبريل وحصل على 13 صوتا، لكن روسيا استخدمت ضده حق النقد مع امتناع الصين عن التصويت. ويحتاج اعتماد مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم معارضة أي من الأعضاء 5 التي تتمتع بحق النقد. دعا النص الأمريكي جميع الدول وخاصة تلك التي تتمتع بقدرات فضائية كبيرة إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح فيه، وأكد التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض. وتتهم موسكو كلا من واشنطن وطوكيو بعدم الاهتمام بحظر جميع الأسلحة في الفضاء، وأنهما تحاولان عوضا عن ذلك التركيز فقط على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية خالد عمارة جولة مشاورات مع نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو حول القضايا الأوروبية. وذكرت الخارجية أن المشاورات أكدت على متانة العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والحرص على تطويرها على مختلف الأصعدة، وتناولت أهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الأوروبية والدولية، فضلا عن تناول أنشطة المنظمات السياسية والأمنية المؤثرة. كما تطرقت المشاورات إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بأبعادها المختلفة وأهمية إيجاد الحلول السياسية المناسبة.
تنطلق غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود الاستباقية في تحديث وتطوير البنية التحتية، خاصة ميناء الحمراء البترولي، لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين قدراته البحرية. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إلى دعم القيادة السياسية والحكومة للدراسات الاستباقية التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للبنية التحتية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة. بنشتغل دلوقتي على قدم وساق، بحيث ان احنا بنوسع التسهيلات البحرية علشان خاطر نستوعب كميات اكبر من الزيت الخام، وكذلك ايضا بننوع هذا الميناء المتخصص، كان فقط بيتعامل ويتداول مع زيت الخام ليصبح انه اصلا ايضا يتعامل مع المنتجات البترولية من سولار وبنزين، سواء في الاستيراد او التصدير. في نفس الوقت بيتواكب ذلك مع المنطقة الجنوبية، وده يعني نقصد جنوب الطريق، وفي منطقة بنشتغل عليها علشان نعمل تسهيلات لعمليات شحن وتداول المنتج. فالحمد لله احنا ماشيين على رؤية مصر 2030، استراتيجية قطاع البترول لجعل مصر مركز إقليمي تداول الطاقة، وفي نفس الوقت احنا على ارض الواقع بالفعل بدعم كامل من القياده السياسيه نستطيع ان احنا نجري وننفذ هذه المشروعات باذن الله، حتى يكون لي انعكاسات ايجابيه على اقتصادنا القومي. عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع باب رزق، والذي يهدف إلى تحويل المستهلكين إلى منتجين بهدف توفير حياة كريمة للأسر المستحقة. المزيد من التفاصيل تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري الزميلة جيرمين إبراهيم. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الاحتفالية الخاصة بمشروع باب رزق. هذا المشروع الذي تم إطلاقه تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير، وذلك بهدف تحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. إذا تحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع، فهو قد استهدف أكثر من 15 مستفيدة بشكل مباشر، وأيضا ما يقارب من 60 مستفيد ومستفيدة بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق تقديم تدريب إداري خاص بالتسعير والتسويق وحل المشكلات المختلفة، إلى جانب التدريب الأساسي وهو التدريب الفني لإنتاج المفروشات بمختلف أشكالها وأنواعها بجودة عالية قادرة على المنافسة في السوق المحلي. هذا المشروع بيأتي في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخل ثابت لهم، إلى جانب أيضا دعم السيدات بمشروعات إنتاجية بالتعاون بين مؤسسات التابعة للدولة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وفي إطار أيضا دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.
ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث أشار المركز إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة بعنوان الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023. وفي الوقت ذاته يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارا مدفوعا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للسق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تشتمل مؤسسة حياة كريمة على توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. We'll be right back.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية مشروع باب رزق، حيث شهد المشروع نجاحا باهرا في تحويل الفئات المستحقة للرعاية إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية. يهدف هذا المشروع إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم تدريبات إدارية وفنية، ما أدى إلى توفير دخل ثابت لهم وتحسين جودة حياتهم. في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، باب جديد للرزق تفتحه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة مصر الخير وصندوق التنمية التجارية، والهدف من هذا المشروع تحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية. الدولة المصرية وهي بتضع الرؤية بتاعتها من أول رؤية مصر 2030 اللي هي رؤية طويلة المدى إلى الخطط التنمية المستدامة والخطط السنوية، كلها بتتم بشكل تشاركي، الدولة منسق لهذه الخطط، ولكن الخطط والمبادرات بتتم بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، ده وده اللي بنسميه المثلث الذهبي للتنمية. هذا المشروع من المشاريع التي تهدف الحقيقة بشكل مباشر أو غير مباشر اقتصاديا وحرفيا لإنتاج منتجات متميزة من اللحف أو اللحاف والمفروشات الفايبر التي تتمتع بالقدرة إن شاء الله على المنافسة في السوق المحلية المصرية، وفي نفس الوقت تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين. هذا التعمير الذي تعاوننا فيه تحقيقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاوننا على البر والتقوى وامتثلنا أمر ربنا في عمارة الأرض ونجحنا وخففنا الأعباء عن الناس. التدريب اللي كان بيتقدم للمستفيدات كان شقين: تدريب إداري وتدريب فني. التدريب الإداري كان عن إدارة المشروع، زي بيكون عندها مشروع، إزاي تتفاوض، إزاي تسعر، إزاي تسوق، إزاي تحل المشكلات اللي بتقابلها. والشق الثاني كان تدريب فني، يعني حرفي عن الخياطة، من الباترون ومن المقاسات ومن إنتاج مختلف من الملابس والمفروشات. مشروع باب رزق استهدف 15 مستفيدة بمحافظة بني سويف عن طريق تقديم تدريب إداري وفني، وبهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير دخل ثابت لهم، إلى جانب دعم السيدات بمشاريع إنتاجية بالتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. سمعت عن المشروع فروحت قدمت، والحمد لله تم اختياري ضمن فريق العمل في المشروع. وطبعا كانوا عاملين تدريبات، حضرنا التدريبات، استفدت حاجات كتير في المكان، يعني تعلمت التفصيل، تعلمت اخيط ازاي، اشتغل ازاي. اكاديميه جت علمتنا التفصيل ايه هو، جت علمتنا التدريبات بصفه عامه، ازاي القص، التفصيل بكل حاجه، ازاي نعرف نقص عن طريق اللي هو الجيرو، والحاجات دي كلها، كل ده اتعلمناه واستوفينا منه جامد جدا. كمان جهود مبذوله بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنمويه تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه، وفي اطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الاكثر احتياجا والاولى بالرعاية، وذلك لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة للمواطنين. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. خلال استقباله مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية دور المكتبة في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية. غادت قرارات المحكمة الجنائية الدولية. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في جباليا وجنين، والسلطة الفلسطينية تحذر من حرب إبادة شاملة. إيران تشيع جثمان رئيسها الراحل وضحايا حادث الطائرة في جنازة شعبية بتبريز، ومجلس خبراء القيادة ينتخب كرماني رئيسا له. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نقدر متابعتكم، إلى اللقاء.